السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد، مرحبا بكم جميعا الحضور الكريم وكل من يسمع هذا اللقاء. نعيش هذا الوقت المبارك في تدبر كلام الله عز وجل، ومع الدرس السابع والذي يأتي بعنوان تدبر الاستعاذة والبسملة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من تدبر آياته ما يهدي قلوبنا ويبصر عيوننا وأسماعنا، إنه جواد كريم وهاب. الاستعاذة، الاستعاذة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ست دروس مضت كلام نظري، هنبدأ نستحضره الآن ونقترب من المصحف، وقبل ما نبدأ بنستعيذ ونبسمل. الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصيغ أخرى ستأتي الآن. أول ما ندخل على التدبر كما مر معنا في اللقاءات الماضية، وإحنا دلوقتي بنستحضر النواة التي بنجمعها في الدرس والنواة اللي بنجمعها عند قراءة القرآن والمعاني الجميلة الكتيرة اللي اتكلمنا فيها في التدبر، يبقى أول حاجة مع الاستعادة إن أنا أقرأها قراءة صحيحة عشان أستشعر طعمها ومعناها الجميل. أعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفق المفسرون أن الاستعاذة ليست من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن، هذا بالاتفاق، واتفقوا على أنها مطلوبة من مريد القراءة. لا يقرأ القرآن مطلوب منه أنه يستعيذ، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه ثلاث آيات في سورة النحل 98 و99 و100، يبقى هي مطلوبة عند رد القراءة وليست آية. ولذلك أهل العلم قالوا لما تيجي تقرأ بها في البداية ما تقرأش كأنها من القرآن، تبدأ تقرأ قراءة دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي مطلوبة كما قلنا. واختلفوا في حكمها، اختلفوا في حكمها، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى وجوبها. أما محتاج تركيز يا جماعة، محتاج ورقة وقلم، محتاج حضور الذهن، محتاج انتباه عالي جدا عشان خاطر لما أدخل على المصحف أعيش معاني جميلة. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى وجوبها، يعني يجب علي أني أستعيذ عندما أشرع في القراءة. قالوا هنا فاستعذ، ده فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تصفه قرين، يعني حاجة تخليه، لأن صيغة الأمر دي للوجوب، ننزلها من الوجوب للاستحباب، إن في حاجة تخرجها من الوجوب اللي هو الأصل للاستحباب، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لتأكد وجوب سنة قبلية للمغرب، ولكن قال بعد الثالثة لمن شاء، يبقى الأمر هنا يا جماعة للاستحباب وليس للوجوب. فهنا بيقولوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ فعل أمر يبقى يفيد الوجوب، يبقى يجب على قارئ القرآن أن يستعذ. طبعا يجب يعني يا جماعة، يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا معنى الوجوب. اللي هيقوله هياخد حسنات، والذي لا يقوله عليه ذنب. والصحيح والله تعالى أعلم أن الأمر مصروف إلى الاستحباب، يبقى فاستعذ هنا من باب الاستحباب، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يذنب.
قال له القرينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يأتي بكلام ويذكر آيات بدون ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في الحديث عند الترمذي عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم وأئمة القراء، إن الاستعاذة يا جماعة مستحبة. يعني ايه مستحبة يا جماعة؟ يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك عند إرادة القراءة، حيث أنها دعاء، أعوذ بالله من الشيطان ده دعاء وليست بقرآن. وعلى ذلك العمل عند أكثر المسلمين، فلو تركها القارئ لا يكون آثما. طبعا لو قرأها هياخد حسنات، وإن حاجات معاني جميلة جدا وإحنا بنتدبر هذه الكلمة إن شاء الله. يبقى لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا ينبغي أن تقرأ، حكمها مشروعة عند بداية القراءة، اختلف أهل العلم في وجوبها، والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة. الصيغ المشهورة والمختارة للاستعاذة عند جميع القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها الصيغة التي ورد ذكرها في سورة النحل التي ذكرناها آنفا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتأول القرآن، نفسر القرآن، نأخذ الكلام من كلام الله تبارك وتعالى. ومن الصيغ أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الصيغ أيضا أعوذ بالله اللطيف الخبير من الشيطان الرجيم. ومن الصيغ أيضا أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ومن الصيغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كذلك اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. كل هذه الصيغ أخرى. وقد اشتق البعض من القرآن أعوذ بالرحمن وأعوذ بربي من همزات الشياطين وأعوذ به أن يحضر، ولا خلاف بين أئمة القراء في جواز غير هذه الصيغة، سواء نقصت هذه الصيغة أم زادت، وذلك لأن الاستعاذة بهذا الدعاء هو من باب الدعاء ولا يقتصر على لفظ معين، وكل ذلك صواب ومروي وليس في الكتاب ولا في السنة الثابتة الصحيحة ما يرده. هذه اجتهادات سواء ورد فيها أحاديث أو من كلام السلف رضوان الله عليهم. الاستعاذة يجوز فيها السر ويجوز فيها الجار على مشروع، وفي تفصيل هنقول الوقت. قالوا يرجع إلى حال القارئ، إذا كان يقرأ جهرا جهر بها ولو كان في خلوة جلس لوحده وبقرأ بصوت يبقى يستعيذ بصوت، وإذا كان يقرأ سرا قرأ بها سرا ولو كان في جماعة، وذلك في غير الصلاة. يعني بعد الصلاة بقرأ بجهر أجهر بها، بقرأ في سر أسر بها. وقد روي عن حمزة ونافع إخفاء الاستعاذة في كل حال، وروي عن حمزة أيضا أنه كان يجهر بالاستعاذة في أول سورة الفاتحة ويخفيها فيما عدا أول سورة الفاتحة، وهذان قولان ضعيفان، والأصح الجهر لحمزة كباقي القراء، ولكن المختار في ذلك لجميع القراء أنه يستحب إخفاؤها في مواطن والجهر بها في مواطن أخرى. خذ مواطن الإخفاء ويبقى الباقي جهر. نخفي الاستعاذة يعني نقولها سرا يا جماعة، نقولها في أنفسنا. وخلي بالكم المسألة مهمة جدا، القول سرا مش معناها أنني لا أتكلم بها، القول سرا يعني يا جماعة على الأقل أحرك بها شفتايا
شفتين يتحركوا كده نتعوذت، انما كده ما تعوذتش. طيب، يبقى عن سكوت وغلق للفم وعدم تحريك للشفاه ما قرأنا. اقل السر ان اسمع نفسي، واسمع نفسي بان اكررها بلا صوت، اتكلم بها بلا صوت، هذا القول سرا، اما جاء رفع الصوت بها. اذا كان القارئ يقرا سرا سواء كان منفردا او في مجلس، بتقرا في سرك يبقى تستعيذ سرا، مش يدخل على الناس كده بالاستعاذه وبعدين يسكت، لا، بتقرا في السر كمل في السر. طب بتقرا بمفردك سرا تسر بها، بتقرا بمفردك جهرا تجهر بها. اذا كان خاليا سواء قرأ سرا ام جهرا، بقول لك لو انت قاعد لوحدك يبقى المره الاولانيه لو بتقرا في السر كمل في السر، لو بتقرا لوحدك خاليا اقرا بالاستعاذه سرا. اذا كان خاليا سواء قرأ سرا ام جهرا، لو انت لوحدك تسر به. الامر الثالث اذا كان في الصلاه، سواء الصلاه السريه او الصلاه الجهريه، الاستعاذه يا جماعه يسر بها، ما ينفعش الامام يبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يقراها ولكن في سره ولا يشعر بها. الحاله الرابعه اذا كان يقرا وسط جماعه يتدارسون القران، كان يكون في مقراه ولم يكن هو المبتدئ بالقراءه، بيقرا كل واحد صفحه والشيخ بيصح، فانا بدات البدايه استعيذ، طب اللي هيجي يقرا بعد مني يستعيذ سرا ولا يشعر بها، يستعيذ سرا. يبقى دي اربع مواطن يسر بها، يسر اذا كان القارئ يقرا في سره، اذا كان خاليا، اذا كان في صلاه، اذا كان في وسط جماعه وليس هو المبتدئ في القراءه. ما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بها، لأن الجهر بها، شوف المعاني الجميلة واحنا بنتدبر الاستعاذة يا جماعة، إظهار لشعار القراءة، كالجهر بالتلبية يبقى واحد بيحج أو بيعتمر، في تكبيرات العيد يبقى في صلاة عيد. ومن فوائدها أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوت منها شيء، أول ما واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى نجهز نفسنا ان هو ايه؟ هيقرأ قرآن، هيقرأ قرآن. يبقى ينصت السامع من اول القراءة لا يفوت منها شيء، وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة. احنا قلنا المختار في الصلاة يا جماعة؟ السر. سواء كان إمام في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. ليه يا جماعة؟ لأن هو لو حتى قراءة جهرية أنا منتظر يقرأ القرآن، فمش عايز حد ينبهني. لكن لو واحد بره القراءة قاعدين نتكلم وهنبدأ إمتى يا جماعة؟ أو ناس قاعدة تتكلم بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ الناس إيه؟ تنصت ويبدأ نعرف إن فيها يتكلم بالقرآن. ومعنى هذا أن المختار يجب أن يسر التعوذ بها في الصلاة. يبقى في خارج الصلاة محتاج ان انا اقول هبدأ كلام ربنا، اما في الصلاة مش محتاج، لان القيام محتاج الى قراءة. قال الامام النووي رحمه الله وكان عمر رضي الله عنه يسر، وهو الاصح عند جمهور اصحابنا. اوجه الاستعاذة يا جماعة، اولا في حال ابتداء القراءة باول الصورة سوى براءة، فلا بد من اجتماع ثلاثة أمور، الاستعاذة والبسملة وأول الصورة لا نقرأ، أو الموضع لا نقرأ منه. يترتب على الحالة دي أربع أوجه. الوجه الأول قطع الجميع، مثاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقف. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقف. الحمد لله رب العالمين، وأقف. قطع الجميع، قطع الاستعاذة عن البسملة عن أول الصورة. طيب الوجه الثاني
قطع الأول والاستعادة ووصل الثاني اللي هو البسملة بأول القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى قطعت الأول عن الثاني ووصلت الثاني بالثالث. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، ومثاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع وصل الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقد عبر بعض القراء عن الأربعة أوجه بقولهم: قف وقف، قف وصل، صل وقف، وصل الجميع. هذه الأوجه الأربعة جائزة لجميع القراء السبعة عند الابتداء بأول أي صورة من صور القرآن سوى براء، اللي هي سورة التوبة عنه. وأما إذا كان ابتداء بآية في أثناء الصورة كأول الربع أو أول القصة فمثلا، فيجوز حينئذ الإتيان بالبسملة وتركها. ممكن أبسمل وممكن أترك البسملة. فإذا أتى بالبسملة كانت الأوجه الأربعة اللي احنا قلناها، اللي هي وصل الجميع، قطع الجميع الأول، قطع الأولى ووصل الثانية بالثالثة، وصل الأولى بالثانية وقطع الثالثة، وصل الجميع. وابدأ بقى مثلا في نص الصورة أو في آخر الصورة أو بداية قصة أو كذا، مثل مثلا بداية الجزء الثاني: سيقول السفهاء من الناس، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس. يبقى وصلت الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء. أو أوصل وأوصل وأفصل زي ما احنا وصلنا حتى لا نطيل ولا نكذب. طيب طيب إما طيب إذا أنا تركت البسملة، احنا قلنا البسملة دي في أول الصورة. طب لو في أثناء الصورة لها وجهان: الوقف على الاستعاذة أو وصل الاستعاذة بأول الصورة، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس، وأكمل. أو وصلها بأول الصورة فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس، وهذا عند القراء السبعة. طيب حبيبي، ثانيا في حالة الابتداء بأول براءة ناخدها بالمرة، يجوز للقارئ وجهان عند القراء السبعة: الوقف عند الاستعاذة والبدء بأول براءة، الثانية وصل الاستعاذة بأول براءة. نفس اللي احنا قلنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله. طيب ندخل مسألة مهمة جدا برضو قد يحتاج لها المستمع: لو عرض للقارئ ما يقطع قراءته من الأمور الضرورية أو القهرية، مثل مثلا ضيق في النفس، هيعطس، هيتنحنح، شيء أفزعه، كلمة بمصلحة القراءة، قالوا إذا لم يطل الفصل، يعني فصل قصير، كمان اشتبهت عليه الكلمة، فواحد بيقوله إيدي فقالها له، دي مش محتاج إعادة بسمل استعاذ، دي مش محتاج إلى إعادة الاستعاذ. طيب جماعة، أما إذا قطع بكلام أجنبي لا يتعلق بالقراءة ولو برد السلام، أو قطع بنية أنه يتوقف ثم بدأ، يبقى يعمل إيه يا جماعة؟ يستعيذ مرة أخرى. يعني مثلا أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ودخل حد قلت له عليكم الصلاة، ما ينفعش الرحمن الرحيم وعليكم الصلاة ومالك يوم الدين، ما ينفعش، لأنه لا يجوز أن احنا ندخل كلام الله في كلام غيره. عشان كده علماء الرسم يا جماعة لما جم يكتبوا المصحف ما زودوش على القرآن أي حاجة خالص، حتى لا يأتي من بعدهم فيظن أنه من كلام الله فيدخله.
فتجد القرآن فقط. حتى أنا مثلا ما يعملوا فاصل ويقولوا صورة كذا أو عدد الآيات أو رقمها أو نزولها أو كذا، هذه يعني بعد مشاورات كثيرة جدا، ويحطها بشكل معين ويكتبها بشكل معين بحيث لا يختلط على كلام الله كلام غيره أيا كان، حتى لو كلام النبي، حتى لو كلام الله في حديث قدسي، لأن القرآن غير. وقد اختلف العلماء في موضع قراءتها على ثلاثة أقوال. لما نقرأ الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، متى يكون الاستعاذة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها قبل القراءة، لأن العلة من الاستعاذة قبل القراءة طرد وسواس الشيطان، طرد وساوس الشيطان عند القراءة. وحطوا كده فعل قدروه: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردت أن تقرأ استعذ. الثاني: ويحكى عن أبي هريرة وبعض العلماء أنها تكون بعض القراءة. طب قبل القراءة لطرد وساوس الشيطان، طب أنتوا تحطوها بعد القراءة ليه؟ قالوا لصواريخ الآية، هي بتقول فإذا قرأت فاستعذ، يبقى بعد، مش الآية بتقول فإذا قرأت فاستعذ، يبقى بعد القراءة استعذ. وقالوا فيها معنى تاني جميل قوي يا جماعة: ليطرد الإنسان من نفسه العجب والسمعة، إن يبقى في نفسه شيء إن أنا قرأت القرآن فكده يعني أحس، يبقى قبل القراءة أطرد وساوس الشيطان، وبعد القراءة لطرد عجب النفس والسمعة. الثالث، وده ذهب إليه بعض المفسرين، نخليها قبل القراءة وبعد القراءة. جميل، يبقى قبل القراءة أطرد وساوس الشيطان، وبعد القراءة أطرد من نفس العجب والسمعة. المشهور القول الأول، إن الاستعاذة قبل البداية في القراءة. نأتي إلى معنى الاستعاذة. أعوذ، ألتجئ. أنا عايزكم تستشعروا المعاني دي يا جماعة، تستلذوها، تستطعموها. هو ده التدبر بقى يا جماعة. لما أقول أعوذ والهمزة بتاع أ مرققة ولا مفخمة؟ مرقق. وبتطلع منين؟ يبقى هي من حيث صفاتها ترقيق. وبتطلع منين؟ من اقصى الحلق. اعوذ، وتطلع لسانك في الذال، اعوذ بالله، بيسموها اخلاص الكاس، بالله اعوذ، اعتصم، التجئ، احتمي، أتحصن بالله. عيش التدبر وخذوا حسنات كثيرة جدا، ولسه ما بدأناش في القراءة. قالوا أعوذ فعل مضارع، والمضارع يا أهل اللغة بيفيد إيه؟ الاستمرار، عكس الماضي يفيد إيه؟ الانقطاع. أكلت، انتهى الأكل، لكن آكل شغال، ما وقفتش. والمعنى، شوف، استمتعهم، استطعمهم، استلزهم، وكأن الله تعالى يأمرنا بالمداومة على الاستعاذة، لأن الشيطان عدو مبين، لأن الشيطان لا يمل ولا يكل من سعيه لإضلال الناس. قال الله: إنه لكم عدو مبين. وقال على لسان الشيطان، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم خلي بالكم بقى، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، مش هيسيبك، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث جيدا في صحيح مسلم، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه،
جنوده واتباعه، فادناهم منه منزله أعظمهم فتنة. اللي يشتغل شغل باجتهاد ويجيب نتائج مبهرة ده يلزقه لزقة تمام. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، خربت البيت، فيدنيه منه ويقول نعم أنت أو نعم أنت. وده أحد أسباب إصراري إن شاء الله من المحاضرة القادمة بإذن الله نعد مسلم كما ينبغي، نعد بيت يرضي الله ورسوله إن شاء الله. ربنا يعيننا ويقوينا ويوفقنا. شيطان ده شغله الشغلة يخرب البيوت، خراب البيوت. قالوا تذوق كده في الاستعاذة، بدأ الفعل المضارع بهمزة المضارعة لفائدتين. الأولى استدعاء حضور القلب عند القراءة، لأن دي تفيد الحضور. أنا هتكلم حاضر، يبقى أستحضر كده القلب. الفائدة الثانية استشعار التواضع والتبرؤ من الكبر الذي أضل الشيطان، لأن الهمزة تفيد الإفراد. لو كان بدلها نون نعوذ يبقى فيها إيه؟ الإحساس بالتعظيم كده، انني مليان منفوخ. انما اعوذ، انا الوحدة يا رب، انا فقير يا رب، انا ضعيف يا رب، انا ذليل من غيرك يا رب. اعوذ بالله. اصل الاسماء الحسنى، اعظم الاسماء الحسنى، المعبود الاله جل جلاله الذي يتقرب اليه العباد بشتى الطاعات حبا وتعظيما. قيل مشتق وقيل أصلية. قالوا مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. وقيل الله غير مشتق، هي كده في اللغة العربية الله، وسيأتي مزيد كلام عنه بعد شوي. الشيطان نعوذ بالله منه مشتق من شطنا. الشيطان مشتق من شطنا بمعنى بعدا، أي أنه بعيد من الخير، بعيد عن طباع البشر. شطنا بعيد من بعدا، بعيد عن الخير، بعيد عن طباع البشر. الرجيم يعني المرجوم، أي المطرود من رحمة الله، المطرود من الخير كله. يا سلام يا جماعة لو تستطعموا الكلمة دي واحنا لسه داخلين على القراءة بنستعيذ. سمي بالرجيم لأنه أتى إبراهيم وهاجر وإسماعيل في منى، فاستعطف إبراهيم حتى لا يذبح ولده، فقال أعوذ بالله منك فرجمه. شوية استعطف هاجر على ولدها فقالت أعوذ بالله منك فرجمت، ثم استعطف إسماعيل على نفسه فقال أعوذ بالله منك فرجم، فصار الرجم في مناسك الحج إلى يوم القيامة. وقيل سمي بالرجيم لأنه يسترقي السمع من السماء، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، الملائكة ترجمه. وقيل وصف بذلك لأن أتباعه يرجمونه في النار لما يقف ويخطب خطبته المشهورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر. الشيطان واعظ، الشيطان يخطب، يخطب في النار، يخرج له كده لسان منبر من النار، ويقف في أتباعه والعياذ بالله، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي،
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ده كلام مين يا جماعة؟ شيطان. بس انتهى الموضوع، قضي الأمر، فيرجم، يرجموه. ربنا يبعدنا عن الشيطان، ربنا يجنبنا الشيطان، اللهم آمين. أعوذ بالله السميع. السميع من أسماء الله، معناه لا يخفى عليه صوت مهما خفت. سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. وسمع الله ينقسم إلى سمعين، سمع عام وسمع خاص. سمع عام اللي هو ده يسمع كل المسموعات مهما دقت وخفت وخفتت. المعنى الثاني سماع خاص، إنه بيستجيب دعاء عباد الله. السميع العليم كذلك من أسماء الله أيضا، ومن أسماء أيضا العالم والعلام والعليم والخبير، ومعناه صاحب العلم الواسع، صاحب العلم المطلق، لا يخفى عليه شيء جل جلال الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه. الهمز جنس من الجنون يقال له الموتى، ونفثه الشعر القبيح، شعر الأغاني والكلمات المبتذلة ووصف المرأة والكلام اللي فيه بعد عن الله عز وجل أو ضد الدين أو كلام يخالف الشريعة. ونفخه اللي هو الكبر والاستعاذة. تذوقوا حلاوة التدبر في الاستعاذة يا جماعة، لا تتم إلا بأن يعلم العبد كونه عاجزا عن جلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والآجلة. عشان كده أنا بستعيذ بالله، وأن الله تعالى قادر على إيصال المنافع ودفع المضار، لا قدرة على ذلك لأحد سواه سبحانه وتعالى. أدي الاستعاذة يا جماعة، أن أعلم أنه لا يقدر أحد سوى الله على تحصيل ما أريد، لا أنا ولا غيري، لا أملك لنفسي فضلا عن غيري نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى أنا داخل على السعادة كده ألجأ إلى الله بكل قوة، أطلب من ربنا كل خير وحده، أستعيذ بالله من كل شر وحده. أدي جمال الاستعاذة يا جماعة، جميلة والله الاستعاذة. أمر بها وجعلها سببا لدفع الوساوس والهواجس. أما المستعيذ فليس شخصا معينا، بل كل مخلوق مفتقر إلى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. مهما كنت فيك من قوة، مهما فيك من غنى، مهما فيك من ذكاء وعلم، أنت تحتاج إلى الله. هو من اللي أعطاك الحاجات دي أصلا ابتداء؟ من اللي أعطاك الحياة؟ من اللي أعطاك الفهم؟ من اللي أعطاك القوة؟ من اللي أعطاك هذه الأشياء وهذه النعم؟ إنه الله. اسمعوا كلام جميل قوي احنا بنتدبر الاستعاذة. فوائد الاستعاذة: أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن لما لها من فوائد، منها كلام في غاية الروعة: إن القرآن شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء، والخطاب الأصل فيه للقلب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبره، وموضع التدبر القلب، على قلبك. فعايزين نذهب ما يلقيه الشيطان من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة،
فتأتي الاستعاذة طاردة لما ألقاه الشيطان، فيجد القرآن مكانا خاليا فيتمكن ويؤثر ويتأثر. يبقى أول حاجة الكلام ده مهم جدا يا جماعة، عشان نرتبط بالقرآن، عشان ننفعل مع القرآن، عشان نعيش القرآن. والله لو استشعرت الاستعاذة دي وهي نظفت قلبي الآن هيستقبل القرآن استقبال عالي جدا. ثانيا أن القرآن مادة الهدى والعلم، أعظم علم علم القرآن، أعظم مادة للهداية القرآن، الخير كله. وكما أن الماء هو حاجة النبات، والشيطان من نار يحرق النبات، فلما يجي ينبت في قلب الإيمان والمعاني الجميلة والشيطان شغال عايز يأكل النبتة ديت هيحرقها. فأنا أقدم للسعادة عشان ما يبقاش ليه أي سلطان ولا ليه أي مكان. مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان يحرق النبات أول في أول يحرق كده. فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى إلى إفساده وإحراقه، فأمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد ما حصل في قلوبنا من خير. سمع كده وحل الله البيع وحرم الربا، يقول خلاص والله لو وقف تعامل بالربا، يقول له لا ده مش في الموضوع ده، ده مش بالطبيعة دي، ده الآية معناها كلام تاني. عايز ايه؟ يحرق جمال الآية ونبتة الإيمان في القلب. فاحنا لما نستعيذ يا جماعة نمنع انه يقطع علينا هذه الاستفادة فيستفيد الإنسان. طب ايه الفرق بين الوجه ده والوجه اللي قبله؟ قالوا معنى جميل قوي قوي يا جماعة بجد. قالوا الأولاني لأجل حصول فائدة القرآن عشان هيبدأ اهو، والثانية للي حصل يثبته ويحافظ عليه. ما هو الشيطان ما بيسيبكش قبل وأثناء وبعد. يبقى لأجل البقاء والحفاظ والثبات. ثالثا من ايه يا جماعة؟ فوائد الاستعاذة. قلنا أول فائدة يا جماعة هيشفي الصدر وينظفه ويزبطه، الثانية اللي دخل يثبته ويحافظ عليه، الثالثة أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه حتى تحضر الملائكة، فالملائكة لا تجتمع مع الشياطين. أبقى منظف المكان من أي شيطان، فالملائكة تيجي كده وتستقر وتهدأ وتهنأ. معاني جميلة جدا والله. رابعا الشيطان يا جماعة نعوذ بالله منه يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن اللي هو التدبر والتفهم ومعرفة ما أراد الله به، فيحرص ويجتهد أن يحول بيننا وبين القرآن، بين قلبك والقرآن، بين القلب والقرآن، وبين مقصود القرآن. فلا يكمل انتفاع القارئ بالقرآن، فأمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يحول بيننا وبين الوصول إلى مقصود القرآن. خامسا أن القارئ يناجي بكلام الله مولاه، وكده يجتهد بالصوت الحسن، لأن الصوت الحسن قريب من الله، حبيب إلى الله، أقرب من صاحب القينة إلى قينته. شفت كده اللي بيعشق صوت مغنية أو مغني ولا يطرب إلا بسماعه، صاحب القرآن أشد طربا وأشد استماعا
والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرد الشيطان وأن يستعيذ بالله لتصلح مناجاته لله وهو يقرأ كلام الله. سادسا، أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والسلف على أن معنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، عشان كده ده فعله مع الرسل يا جماعة، ده فعله مع الرسل. إذا إيه تمنى لمين؟ النبي والرسول، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته، يخليه يقرأ غلط، يخليه يشوف الكلمة غلط، يشوش عليه، يبعت له حد يفسد القعدة، الكهرباء تنقطع، حاجة تخبطه، مش عارف يفتكر حاجة، جنود أبلسة شياطين. الكلام ده بيحصل لكم ولا أني بس يا جماعة؟ ربنا يسترنا. فأمر الله سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله منه أولا بأول، ثم يأخذ في السير. نبدأ بقى في القراءة ونشتغل، فما فيش حاجة تعطلنا. ثامنا، أن الاستعاذة لطيفة جميلة والله، دي عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن. أول ما واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى اللي بعد منها يا جماعة قرآن. ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة ومقدمة وتنبيه للسامع، الذي يأتي بعدها هو التلاوة. هيبدأ يتكلم بالاستعاذة يبقى يقينا اللي جاي بعد منه قرآن. فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد وتجهز وتهيأ لاستماع كلام الله تعالى. لازلنا نتدبر الاستعاذة، الصواب للاستعاذة لها أسرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عروج، والعروج هو الصعود من الخلق إلى الخالق، من الممكن إلى الواجب، لأن أعوذ إشارة إلى الحاجة التامة، وبالله إشارة إلى المعبود القادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات. ومن عرف نفسه بالضعف والقصور، عرف الله بأنه قادر على كل مقدور، ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالجلال والكمال، ومن عرف نفسه بالإمكان عرف ربه بالوجوب. سر جميل جدا، انتقل من الممكن الى الواجب، من الضعيف الى القوي، من الذي قد يقدر الى الذي يقدر. ثانيا، سر الاستعاذة الالتجاء الى قادر يدفع عنك الآفات، وقراءة القرآن من اعظم الطاعات، فلذلك خصت الاستعاذة بالقراءة لندفع كل الآفات حال قراءتنا لكلام الله. من الأسرار ثالثا، الاستعاذة تطهر اللسان عما جرى عليه من ذكر غير الله، وإذا حصل الطهور استعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله فيقول بسم الله. عشان كده بعد الاستعاذة يا جماعة البسملة. رابعا، من أسرار الاستعاذة، العبد مأمور بمحاربة العدو الظاهر. ركزوا في دي جميلة أوي يا جماعة. الله عز وجل أمرنا بأن احنا نقاتل الأعداء، قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وده في سورة التوبة. وبمحاربة العدو الباطن الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا حاربت العدو الظاهر وأنت تستعين وتطلب المدد من الله، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
لما نيجي نحارب العدو الظاهر ونستعين بالله ربنا هيعينه ولو بالملائكة كما أعان ربنا نبينا في غزوة بدر وفي حنين. وإذا حاربنا العدو الباطن الشيطان وطلبنا العون والمدد من الله فإذا نحن من عباد الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مش هيقدر علينا. ومحاربة العدو الباطن أولى، لأن العدو الظاهر إن غلب الدين موجود، هو غلبنا بس لسه بنعبد ربنا ولسه اليقين موجود، ونؤجر حتى لو غلبنا وموتنا نبقى شهداء. لكن لو غلبنا العدو، لو العدو الباطن هو اللي غلبنا هنبقى فتنة، هنبتعد عن الحق. فمن قتله العدو الظاهر كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطن كان طريضا. ولا خلاص من شره إلا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودي فيها معنى جميل جدا، مهما استعنت بغير الله لن يعيذك من الشيطان إلا الله. أقسم الشيطان في حق أبويك إنه لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فكانت إيه يا جماعة؟ فدلهما بغرور غربي، وأقسم فيك ولا أغوينهم أجمعين، وأنت من أجمعين. فما ظنك بعاقبة معاملته؟ ممكن يعمل فيك إيه إذا كان مع أبويك دلهما بغرور، وكان السبب إن هو خرج من الجنة. فأنا لو سمعت كلامه كيف يكون حالي؟ ولذلك لابد أن نقطع على الشيطان الرجيم الطريق، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذوا السادسة من الأسرار، وإن احنا بنستعيد اختصنا باسم الله الله، استعذنا بالله من بين سائر الأسماء، لأن العدو كلما كان أشد احتيج إلى عدة أكثر. يعني لو جت مثلا ذبابة وعايز أشيلها ممكن إيه؟ مجرد بس ما حرك إيدي كده، صح؟ طب لو جه فيل محتاجة حاجة تدفعه قوية، فكلما قوي العدو كلما احتاجنا إلى عدة وعتد أشد. والشيطان ده ما بيبطلش، والشيطان ده شغال، فمحتاج أن نستعين بالله على الاسم الكامل، على الاسم الجامع لجميع الصفات الكمالية وهو الله. فكأن العبد يقول، وهو يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله القادر العالم الحكيم الذي لا يرضى بشيء من المنكرات من الشيطان الرجيم. كل ده احنا بنتدبر للسعادة يا جماعة. خد السر السابع، جميل قوي، عجبني قوي السر السابع ده. الشيطان يرانا ولا لا يرانا؟ يرانا. نحن نراه ولا لا نراه؟ يبقى عدونا يرانا ولا نراه؟ ماشي. فممكن ينفذ فينا كيده، ممكن يكيدنا. فماذا لو تمسكنا بما يراه ولا يراه وهو الله؟ فنتمسك بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، بأن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ السر الثامن الجميل، الشيطان رجيم والله رحيم، فنستعيذ من الرجيم بالرحيم. خذ التاسع، الشيطان عدو غائب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، غيب عني. والله تعالى حبيب غالب، والله غالب على أمره، فإذا قصدنا العدو الغائب نفزع إلى الحبيب الغالب. إيه رأيكم في المعاني الجميلة دي يا جماعة؟ العاشر، إن من ضم إلى الاستعاذة
السميع العليم اقتداء بما ورد في القرآن الكريم، كأني وأنا أستعيذ بالله أقول: يا من يسمع كل مسموع ويعلم كل سر خفي، أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها وأنت القادر على دفعها، فادفعها عني بفضلك ومنك وكرمك. إيه رأيكم في الكلام ده يا جماعة؟ كفاية على التدبر الاستعادة هذا، وإن كان في كلام كتير ممكن أضمه للمذكرة. البسملة